يا شباب هذا كل شيء، لا تنسوا أن تكتبوا واجباتكم المنزلية وابقوا في مقاعدكم وانتظروا أولياء أموركم ليأخذونكم. أنا أبو سابينة. أوه تفضل استعدي لقد جاء أباكي. هيا أنا قادم إلي. شوشا هيا. بابا ماما ألم يأتوا والديك؟ ماذا؟ وهل تعلمين ماذا يحدث للأطفال الذين لم يأتون والديهم ليأخذوهم؟ لا يتم اصطحابهم من قبل السيدة. تأخذهم الآن سديلات لنفسها جميع الأطفال الذين لم يأخذونهم أبائهم ولم يراهم أحد. حسناً يا أليس سوف تنتظري في الفصل حتى يأتي والديك. لا 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 أليس أليس إلى أين أنت ذاهبة؟ إلى أين أنت ذاهبة؟ دعيني أذهب. لا تتركني لوحدي لا تتركني. سأدخل وأخرج فقط أحتاج إلى دقيقتين. لا أليس. ماذا تفعلين؟ أعطني بنطالي. سأترك الكتاب وأعود فقط أجلسي هنا. معلم هل أنت هنا؟ دائما أمر لا تأكليني. إذا كنت ستأكليني فابدأي بيدي ويفضل أن تكون يدي اليمنى. لدي امتحان غدا. اهدئي اهدئي لن أأكل أحدا. حقا؟ هل أنت سيدة ديلايت؟ نعم أنا سيدة ديلايت. لكنكم تختطفون الأطفال ثم تأكلونهم. من قال لك هذا؟ هذا كله كذب. لقد أخذتك لأن والديك قد نسيك. ماذا؟ نحن عائلة من المعلمين المخيفين. هذا هو زوجي بالدي. مرحبا. وجدتنا هي الملكة. ليس مرة أخرى. لا تقلقي أنت لست الطالب الأول الذي نتبناه. ولكن أين الباقين؟ هنا. أوه لا لحظة واحدة فقط. هل سأصبح مثل هذا الشخص الغريب؟ لا سأحولك إلى معلم مخيف جديد. الجميع سيكون خائفا منك. ماذا؟ مرحبا بك في عائلة المعلمين المخيفين. خذي هذه البطانية إلى جدتك. لهذا السبب ترتدي الأحذية دائما. هذا هراء هذا هراء أيضا هذا هراء. أحتاج إلى بطانية إلى شيء ما. أحتاج إلى أكل شيء ما. فتح التسجيل فتح التسجيل. طلب 67. هل هذا لك؟ دعني أحضر لك بعض المناديل. الآن أصبح الأمر رائعا. واو هل لديك قوة سحرية؟ ثقب أسود يمكننا القيام بذلك في أي مكان بمساعدة البوصلة. أنت مثل هاري بوتر. هاري بوتر الساحر. ومن هو هذا؟ سأريك الآن. حسناً نحن هنا فولدمورت. أوه هاري لن تفوز لأنني أملك عصا رائعة إكسيبلريوس. هاري بوتر لحظة واحدة فقط. أكسر هل هذا ما تقصدينه؟ خذي.
ودعك من هذه المعركة، لن تكون عادلة إليك أفادا كيربر. بهذه البساطة أنت المذهلة. شكرا لك، يمكنني أن أفعل المزيد. ما هذا؟ أحتاج إلى تغيير الخرطوشة. ماذا؟ هيا سأضطر إلى التنظيف مرة أخرى، وعلى العشاء سأتناول السمك مرة أخرى. ارفع ساقيك فأنا سأقوم بمسح الأرض. ارفعهما، لا ارفعهما من الأرض. لقد كان لذيذا جدا تناول الطعام. بدءا من اليوم سيكون لدينا 27 مهمة سأحولك إلى معلم حقيقي. ماذا؟ سأقوم بتنظيف كل شيء. لا بأس، لا تنظفي. أبراكادابرا، رائع! هذه هي القوة السحرية للعصا. نظف الأطباق وسأعد لك بعض المسائل. ماذا؟ ماذا حدث؟ انتظري، أين عصاي؟ أنا آسفة جدا. ماذا فعلتِ؟ لم أتمكن من حل جميع المسائل. لدي ما يكفي من الأقلام على عصاك. هل لم تستطيعي حل جميع المسائل بقلم رصاص واحد؟ هل كان ذلك مسموحا؟ يبدو أنها تعاني من انهيار عصبي. سأعتني بابنتنا المتبنية الجديدة. إنها غير قابلة للتعلم، إنها غبية. كل شيء سوف يكون على ما يرام. عصاي، اهدئي يا عزيزتي، كل شيء سيكون على ما يرام. وهل تعلمين يا أليس أنني أروع شخص في هذه العائلة؟ وكيف ذلك؟ شاهدي هذا. لقد قمت للتو بقياس قطعة من الشوكولا، هل هذا هو روعتك؟ انتظري وشاهدي السحر. واو، هذا رائع حقا. وهذا ليس كل شيء. النجدة، أليس الآن ليس الوقت المناسب لتناول الطعام؟ علاج لذيذ. نعم.
أمي أمي. أنت؟ لا، ليس كما تعتقدين. أعتقد خطأ. عائلتي. لن تصبحين معلمة، فهمتي؟ لا أريد ذلك، لا أريد ذلك، لا أريد. فقط لا ترسلوني إلى المدرسة. هل يمكنني العودة إليك؟ لقد كان الأمر لطيفا للغاية معك، من فضلك. عيدية. لو سمحتي، لو سمحتي، لو سمحتي. عزيزتي، هل أنت هنا؟ أوه، عدت إلى المنزل مرة أخرى.